ايوه خلصناه، وخلصنا السلينديكال وخدنا شوية في اللي هي السفير، خدنا شوية ما كملناهاش يعني. وانا المفروض كملناها بس ما قلناش فيها قواعد، على اساس ما كانش فيه وقت اللي هو ناخدها باستفاضة. كان في قاعدة مثلا الدي في بتساوي الدي سكوير ساين الفا، دي ما قلناش اثباتها. لا ما احنا مش هنقوله، اللي عايز اثباتها يقولوا من يشوفوا من الكتاب، اصلها اثباتها في سيكشن تاني مش هنلحق ناخده. اثباتها في انا بتكلم لحد قلت مش هنلحق ناخده يعني، ف 69 الاثبات بتاعها في 69، فاحنا مش هنلحق ناخده. فانت اللي عايز يعرفه يشوفه في 69 بقى. انما خلصنا الاكزامبلز بتاعته. طب النهارده هنشوف بقى اخر حاجه عندنا، اللي هي اللاين انتجرال وجرين سيرم. الفايل ظهر، تمام عندي. ظهر يا شباب عندك كلكو. ظاهر يا شباب عندكم. اه يا دكتور، تمام. اللاين انتجرال هو ان انا بقى بعمل انتجرال للفونكشن لفونكشن على كيرف، بس الكيرف ده ممكن يكون في البلين وممكن يكون في السبيس. فهنا لو انا عندي كيرف سي من البوينت بي نوت للبوينت بي ان، وعندي فونكشن ديفايند عليه، فشكل الفونكشن هيبقى ايه وشكل الانتجرال هيبقى ايه. طبعا قلنا قبل كده ان احنا بناخد جزء صغير قوي منه، فالجزء الصغير ده هيبقى اسمه دي اس، وبعدين هنقعد نعمل سميشن ونعمل ليميت، فده بيديني الانتجرال. فده هيديني انتجرال، بس هيديني لاين انتجرال، هيديني لاين انتجرال. فاللاين انتجرال بيقول لي اف اف از ديفايند اون سموث كيرف كي سي. السموث كيرف يعني بيقول لي هو كيرف لو خدت اي لاين فيرتيكال او هوريزونتال ما يقطعش يقطع الكيرف يعني في نقطتين، يعني يا نقطه يا نقطتين. السموث كيرف then the line integral of f along c is. هناخد هنا هنلاحظ هنا حاجه، انا قلت احنا بناخد من الكيرف دي اس دي اس، فانا هجيب فانكشن اف، ففي فانكشن اف اوف اكس وواي ديفايند على السي، فيبقى هنا هتبقى مضروبه في الدي اس along c نفسه اللي هو من البي نوت لحد البي ان. فاحنا قلنا ده بيعرف ليميت لسميشن ل اف اوف اكس واي واي اي دي دلتا اس، ان الليميت ده لو اكزيست يبقى الانتجرال ده موجود. هنلاحظ هنا حاجه، دي اس ولا هي دي اكس ولا هي دي واي؟ طيب يا ترى الدي اس هي ايه؟ فبقول لو انا خدت من الكيرف جزء صغير، لو انا خدت من الكيرف جزء صغير قوي، فما باخد جزء صغير بعتبره لاين، يبقى دي الدي اس. طب الدي اس ده ظهر من ايه؟ ظهر من تغير في الاكس وتغير في الواي. يبقى الدي اس سكوير ايكوال دي اكس سكوير بلس
دي واي سكوير. طيب احنا هنا بقى هاجي اقول الدي اس سكوير بيساوي دي اكس سكوير بلس دي واي سكوير، يعني الدي اس هتساوي روت الكلام ده، هتساوي روت دي اكس سكوير بلس دي واي سكوير. برضو هنا ما افادنيش، انا عندي هنا لاين انتجرال، يعني عندي علامه تكامل واحده. طيب علامه التكامل واحده دي ازاي؟ انا هيبقى عندي تو فاريبلز وعندي علامه تكامل واحده، يبقى هنا لازم احول التكامل من تكامل على دي اس لتكامل على فاريبل واحد. طب هعمل ده ازاي؟ هيبقى يعتمد على شكل هنا السي هو ريليشن ما بين مين ومين، هو ريليشن ما بين مين ومين. لو كانت الواي هي اللي فانكشن في الاكس، انا اقدر اقسم المعادله دي كلها على دي اكس فيديني ان الدي اس هلاقي عندي ثلاث صور، ان الدي اس لو انا عندي الواي فانكشن في الاكس فاقدر اقول ان الدي اس هتساوي روت 1 بلس واي داش سكوير دي اكس. طيب لو كان الاكس هو اللي فانكشن في الواي، احنا لازم هنعرف الكيرف سي ده، فيبقى انا هقول يبقى الدي اس هتساوي روت 1 بلس دي اكس باي دي واي سكوير دي واي. ولو كان الاكس فانكشن في التي اللي هي البارامتريك ايكويشن، والواي فانكشن في التي، يبقى الدي اس ايكوال روت x دوت سكوير اللي هو الدي اكس باي دي تي بلس y دوت سكوير دي تي. يبقى اذا انا هنا هحول الدي اس لانتجرال على فاريبل واحد ازاي؟ لو الواي فانكشن في الاكس يبقى انا هشيل كل واي احطها كفانكشن في الاكس، اذا اصبحت الفانكشن دي فانكشن في الاكس بس. طب والدي اس هعبر عنه بايه؟ بان هو روت 1 بلس واي داش سكوير دي اكس. يبقى انا حولت الانتجرال من انتجرال على الدي اس لانتجرال على الدي اكس. الحاله الثانيه لو كان مش عندي الواي هو الفانكشن في الاكس، عندي الاكس هو الفانكشن في الواي، يبقى انا هحول الاف الفانكشن في الواي، يبقى الدي اس في الحاله دي هيساوي 1 روت 1 بلس دي اكس باي دي واي سكوير دي واي. يبقى حولت الانتجرال هنا لانتجرال على الواي. طب لو كان عندي البارامتريك ايكويشن ان اكس فانكشن في التي والواي فانكشن في التي، يبقى انا هشيل كل اكس احطها كفانكشن في التي، اشيل كل الواي احطها كفانكشن في التي، واشيل الدي اس هتبقى بتساوي روت اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير دي تي. يبقى حولت الانتجرال لانتجرال على التي، هيتحول للاين انتجرال من النقطه بي نوت للنقطه بي ان، على حسب بقى انت عملت الانتجرال وذ ريسبكت للاكس هتحط حدود الاكس، لو عملتها وذ ريسبكت للواي هتحط حدود الواي،
لو عملتها with respect للt هتحط حدود الt. يبقى كده قدرنا نشوف ان انا لو عندي function في x و y defined على curve c في البلين، يبقى ازاي اللاين انتجرال ده احوله لفاريابل واحد. طيب احنا قلنا كل حاله ليها ابلكيشن. لما خدنا الدبل انتجرال وقلنا ان الهايت ايكوال 1 قلنا بيديني الاريا، لما خدنا التريبل انتجرال وقلنا ان الفانكشن ايكوال 1 قلنا بيديني قيمه الفوليوم. هنا برضو لو انا خدت الاف في اكس وواي ب1 هيديني اللينس اوف السي، هيديني اللينس اوف السي لان هقول انتجرال دي اس. طب الدي اس ده عملت ايه؟ يعني خدت الدي اس دي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها من اول نقطه لاخر نقطه، فيديني اللينس اوف السي، يديني اللينس اوف السي. يبقى طيب ولو كانت الاف دي بتعبر عن الرو اللي هي الدنس، يبقى هيديني. حد فتح المايك لو سمحت اقفلوه، لو سمحتوا اللي فاتح المايك يقفله. طيب لو كانت الاف دي بتعبر عن الدنستي هيديني الماس، هيديني الماس. وبرده السنتر اوف ماس عندي اكس بار هتساوي واحد على ام انتجرال اكس في الرو، وواي بار هتساوي واحد على ام انتجرال واي في الرو. يبقى هنا زي ما حليت اي انتجرال بنحل اللاين انتجرال، بس اللاين انتجرال ده علامه تكامل واحده، فمهما كانت الفانكشن اللي هنا لازم احول كل حاجه جواها لفاريبل واحد، لازم احول كل حاجه جواها لفاريبل واحد عشان عندي علامه تكامل واحده. ازاي هيبقى عندي علامه تكامل واحده ويبقى جوه في اكتر من فاريبل؟ ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا هنا بنحاول نحول الحاجه اللي جوه لفاريبل واحد. طيب اذا اللينس اوف انتجرال قصدي اللينس اوف سي اقدر اجيبه بثلاث حالات، لو عندي الاكس فانكشن في التي والواي فانكشن في التي يبقى هقول روت دي اكس باي دي تي اللي هي اكس دوت سكوير بلس الواي دوت سكوير دي تي من ال من التي ايكوال 1 للتي ايكوال بي. لو كانت الواي هي اللي فانكشن في الاكس هقول ان ال بيساوي روت من 1 بلس اف داش اوف اكس اول سكوير ودي اكس، يبقى الاف داش اللي هي الدي واي باي دي اكس اللي احنا كتبنا قانون. طيب لو كانت الاكس هي اللي فانكشن في الواي، لو كانت الاكس هي اللي فانكشن في الواي يبقى هقول ان ال بيساوي انتجرال روت 1 بلس دي اكس باي دي واي سكوير. غالبا ما بنكتبش جي داش دي ليه؟ لان الداش دايما بنرمز لها لو كانت الفانكشن فانكشن في الاكس، لكن لما الاكس تبقى فانكشن في الواي بنكتبها دي اكس باي دي واي، بنكتبها دي اكس باي دي واي سكوير. يبقى انا عندي ثلاث قوانين للدي اس اقدر اعبر عنهم على حسب هو مديني الكيرف ده علاقه ايه بايه، علاقه ايه بايه. فتعالوا نشوف الاكزامبل. قلنا ده البارامتريك ايكويشن وده البولر ايكويشن. لو كان عندي الار فانكشن في الثيتا يبقى بنقول ان ال بيساوي روت ار سكوير بلس ار داش سكوير دي ثيتا، والثيتا بتتغير من الفا لبيتا، ودي اللي هي البارامتريك اللي هي اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير دي تي اللي احنا كتبناها اول واحده، ودي البولر الصوره البولر. يبقى احنا هنا عندنا كام صوره؟ عندنا اربعه. لو الواي فانكشن في الاكس يبقى روت 1 بلس واي داش سكوير، لو الاكس هي الفانكشن في الواي يبقى روت 1 بلس دي اكس باي دي واي اول سكوير، لو كانت الاكس والواي فانكشن في التي يبقى دي اكس باي دي تي سكوير بلس دي واي باي دي تي سكوير، لو كانت الار هي الفانكشن في الثيتا هيبقى روت ار سكوير بلس ار داش سكوير دي ثيتا. يبقى دول اربع صور نقدر نجيب بيهم اللينس اوف ارك، نقدر نجيب بيهم اللينس اوف ارك، ونقدر نجيب انتجرال لفانكشن على كيرف، انتجرال لفانكشن على كيرف. تعالوا نشوف الاكزامبل.
بيقول لي find the length of the arc of the curve y square equal x cube between the points 1, 1 and 4 و 8. y square equal x cube أقدر أقول إن ال y equal x power 3 over 2. طيب واحد يقول لي الله طب ما دي فيها y square ودي فيها x cube يعني ليه ما خدتش ال x هي اللي بتساوي root y power 2 على 3. لا هو ينفع بس لو لما بيبقى الباور اقل من الواحد هيضايقك في الديريفاتيف وفي الانتجرال هيضايقك في الديريفاتيف وفي الانتجرال انما هنا لما الباور بيبقى اكبر من واحد الانتجرال بيطلع اسهل انما ينفع ان انا اقول الواي بتساوي اكس باور 3 على 2 او الاكس بتساوي واي باور 2 على 3. يبقى هنا نقدر نقول بقى احنا بنعمل ايه حاجه اقول ان او عايز اللينث اوف ارك عايز اللينث اوف ارك يبقى الواي بتساوي اكس باور 3 على 2 يبقى الدي واي باي دي اكس هتساوي 3 على 2 روت اكس. قلنا اللينث بيساوي روت 1 بلس واي داش سكوير يبقى الواي داش اهي الواي داش سكوير اهي حاجه تحت الروت الديريفاتيف بتاعها ب 9 على 4 اقدر اضرب فيه واقسم عليه وازود الباور واحد واقسم على الباور الجديد وبعد كده هحط ده انا عملت حولت التكامل لتكامل على الاكس يبقى الاكس بتتغير منين لفين من 1 ل 4. طيب نقدر نحوله لواي اقدر اخلي الاكس هي اللي فانكشن في الواي بس زي ما بقول لك هيطلع تكامل اصعب شويه يبقى التكامل هيبقى من 1 ل 8. طب انا اقدر استخدم البارامتريك لو انا حطيت الاكس بيساوي تي سكوير فيطلع الواي بيساوي تي باور كيوب يطلع الواي بيساوي تي باور تي سكوير فدي تبقى 6 6 على 2 ب 3 فيطلع الواي بيساوي تي كيوب واقدر احولها لبارامتريك برضو واجيب الانتجرال بس زي ما قلت ما دام الواي حطيتها فانكشن في الاكس باور اكبر من الواحد يبقى هنا التكامل هيكون اسهل حاجه التكامل هيكون أسهل حاجة يبقى هنا بنعوض مرة بالواحد ونعوض مرة بالأربعة تطلع النتيجة. طيب نشوف اللي بعده. معلش لو سمحت يا دكتور. نعم. لو احنا ليه ما خدناش بوزيتيف ونيجاتيف للروت عشان هنا عشان هنا معرف على البوزيتيف هو قال بوزيتيف اي من واحد لأربعة يبقى الاكس ايه فعلى اساس الواي مش هينفع تجيب نيجاتيف الواي مش في الرينج بعدين في الواي سكوير هنا لما تيجي تجيب الدومين هتلاقي ان لازم الاكس عشان فيه على 2 فده سكوير روت يبقى لازم الاكس تبقى بوزيتيف تمام انما لو مثلا الدومين بيسمح لي ان الاكس بلونج للار شوف بقى هنا الاكس بتتغير من اللي فين والواي بتتغير من اللي فين بيقول لي find the length of the upper half of the unit circle x square plus y square equal 1. طيب هنا بقى بيقول لي لو انا عندي circle او لو انا عندي ellipse او لو انا عندي hyperbola من الاحسن ان انا استخدم البارامتريك equation من الاحسن ان انا استخدم البارامتريك equation ليه؟ عشان هتديني التكامل اسهل لان هنا هقول الواي بتساوي روت 1 ماينس اكس سكوير فتيجي تفاضلها تطلع ماينس 2 اكس على روت 1 ماينس اكس سكوير فتيجي تقول 1 بلس واي داش سكوير هتلاقي التكامل صعب قوي هتلاقي التكامل صعب فبيقول لي زي ما كنا بناخد في الدبل انتجرال ان انا لو عندي سيركل بستخدم البولر كوردينيت بيقول لي هنا هستخدم البارامتريك ايكويشن طيب البارامتريك ايكويشن بتاعت السيركل بيساوي ايه بيقول لي لو اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي اكس اي سكوير فالاكس هتساوي اي كوزاين تي والواي هتساوي اي ساين تي هنا حطينا واحد عشان الراديوس ب 1 طب ليه بقى انا طب ايه الفرق مين يقول لي ايه الفرق بين البارامتريك ايكويشن والبولر كوردينيت هما شبه بعض مش كده بنحط في البولر x equal r cosine theta او t
والواي بتساوي ار ساين تي. انما هنا بنحط الاكس بتساوي اي كوزاين تي والواي بتساوي اي ساين تي. الفرق بينهم ها؟ حدش عارف ايه الفرق بينهم؟ يعني حضرتك قلتي اي وار، بس يعني واحنا استعملنا نفس الفاليو فالفرق مش عارف. لا الار متغيره والاي كونستانت، مش نفس الفاليو خالص. الار دي فاريبل لوحدها، انما هنا الاي كونستانت. طيب وانا عندي سيركل صح، عشان بس تفهموها ولازم تبقوا واخدين بالكم من الحاجات الصغيره دي. انا عندي سيركل لو انا باخد البولر كوردينيت انا ماشيه على الاريا، انا ماشيه على الاريا، فالريديوس عمال يتغير. الريديوس الار بتتغير من زيرو للاي، الريديوس بيتغير لان عندي دبل انتجرال، دبل انتجرال على اريا، يبقى انا ماشيه على الاريا. فعندي ار وعندي سيتا، فعندي ار وعندي سيتا تو فاريبل او ار وتي. لكن على السي انا ماشيه على البريمتر، انا ماشيه على البريمتر، انا عندي لاين انتجرال فانا ماشيه على البريمتر. فعلى البريمتر الار كونستانت وبتساوي A اللي هو الريديوس بتاعت السيركل. فعشان كده بقول الاكس هتساوي A كوزين T والواي هتساوي A ساين T، واكس سكوير بلس واي سكوير بتساوي A سكوير. يبقى هنا انا في الدبل انتجرال انا ماشي على اريا، فعندي R وسيتا بيتغيروا، لكن في البريمتر انا عندي X وواي بدلالة T، فقصدي في البارامتريك انا عندي اكس وواي عايز اجيبهم كفانكشن في التي. فهنا الاكس والواي نتيجه ان هم ماشيين على سي، فيبقى فهنا ماشيين على البريمتر بتاعه السيركل. طيب لو كان عندي اليبس، لو كان عندي اليبس البارامتريك ايكويشن بتساوي ايه؟ لو كان عندي اكس سكوير على A سكوير بلس Y سكوير على B سكوير equal 1، البارامتريك equation تطلع ايه؟ احط الX، انا عايزة كوزين سكوير بلس ساين سكوير equal 1، لان دي العلاقة اللي عندي. يبقى هحط الX بيساوي A كوزين تي، واحط الواي بيساوي بي ساين تي، احط الواي بيساوي بي ساين تي. والسيركل حالة خاصة منها ان الاي بيساوي البي، ففي الحالة دي احط الاكس بتساوي اي كوزاين تي واحط الواي بيساوي اي ساين تي. يبقى عرفنا ايه الفرق بين البولر وبين البارامتريك. البولر انا ماشي على اريا فالار عماله تتغير، لكن البارامتريك انا ماشي على البريمتر نفسه، انا ماشي على البريمتر نفسه. يبقى هنا عشان اجيب اللينس اوف السيركل، طبعا احنا عارفين اللي هو اللينس اوف السيركل، يبقى هقول عندي الاكس بتساوي كوزين تي الواي بيساوي ساين تي. يبقى ال هو هنا بيقول لي الابر هاف، طبعا انت عارف ان البريمتر اوف السيركل بتساوي كام؟ ها البريمتر اوف السيركل بتساوي كام؟ ها 2 باي ار، اه 2 باي، ما 2 باي ايه، فالاي هنا بواحد. طيب انت 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 جبتها قبل كده، هي منين؟
جبتهاش. هو قال لك ان البريمتر بيساوي 2 باي ايه. طب ما هنا بقى ده اثبات. هو هنا بس عايز الابر هاف، فعندي نص سيركل، فيبقى البريمتر بتاعها باي بس. اهو الاثبات اهو، ان انا هحط الاكس بيساوي كوزاين تي، احط الواي بيساوي ساين تي، يبقى الاكس دوت هيساوي نيجاتيف ساين تي سكوير، والواي دوت هيساوي كوزاين تي سكوير، فيديني ساين سكوير بلس كوزاين سكوير اللي هو 1، هيديني تكامل الدي تي، تكامل الدي تي من 0 لباي يديني باي. يبقى كده قدرت اجيب اللينس اوف الابر هاف اوف السيركل، اللينس اوف الابر هاف، عشان هنا ده تكامل على اوبن كيرف. طيب يبقى نشوف، يبقى عرفنا ان انا لو عندي سيركل او عندي إليبس يبقى استخدم القوانين دي، لان ده بيديني التكامل بصوره اسهل. انما مش معنى كده ان انا ما اقدرش اقول الواي فانكشن في الاكس او الاكس فانكشن في الواي، لا، بس انا بقول ان التكامل بيبقى صورته اصعب بكتير. شوف هنا بيقول لي x equal integral بقى لفونكشن على الاس. احنا كنا بنجيب اللينس اوف ارك، هنا بيقول لي integral لفونكشن على الاس where c is the upper half of the unit circle برضو. يبقى انا برضو هستخدم البارامتريك equation، اشيل كل x احطها ب cosine t، واشيل كل y احطها ب sin t. يبقى انا هنا كل الفرق ان هيبقى عندي فونكشن. فنفس الحكاية لو انا هستخدم الكارتيزيان، الواي فانكشن في الاكس، يبقى انا هسيب اشيل كل واي احطها كفانكشن في الاكس، واشيل الدي اس احطها روت 1 بلس واي داش سكوير دي اكس. يبقى احول التكامل يا اما لانتجرال على الاكس، يا اما لانتجرال على الواي، يا اما لانتجرال على التي. فهنا نفس الشيء، انا هكامل على ابر هاف للسيركل، يبقى هكامل من قلنا البوزيتيف دايركشن ان احنا من اللي هو عكس عقارب الساعه، اللي هو عكس عقارب الساعه. لا، انما هنا الاكس هتتغير من نيجاتيف 1 ل 1، ده لو انا خدتها للاكس. طيب لو انا خدتها بقى بالنسبه للتي، التي هنا بتمثل لي الانجل، التي هنا بتمثل لي الانجل، فالانجل هنا بتتغير من اللي فين؟ قلنا عكس عقارب الساعه مع الاكس بوزيتيف، من زيرو الباي، من زيرو الباي. يبقى انا هشيل كل اكس احطها بكوزاين تي، اشيل كل واي احطها بساين تي، اشيل الدي اس احط بروت اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير دي تي، اللي احنا قلنا لسه ان ده بواحد. يبقى هنا نقدر نجيب الانتجرال، هنكامل بسهوله ونجيب حدود التكامل من زيرو لباي. التو هيديني 2 تي، الكوزاين سكوير في الساين دالة في التفاضل بتاعها، بس نغير الإشارة وزود الباور واحد واقسم على الباور الجديد من زيرو الباي، ونجيب نتيجة التكامل. يبقى هنا قدرنا نشوف نتيجة التكامل نعمل فيها. يبقى كده قدرت أجيب انتجرال، ده بنسميه لاين انتجرال. قلت كلمة لاين انتجرال يعني عندي علامة تكامل واحدة، لاين انتجرال يعني عندي علامة تكامل. الباب ده سهل عامة. طيب بيقول لي هنا evaluate to x ds where c consists of the arc c1 of the parabola from 0 ل 1 followed by the vertical line segment c2 from 1 1 to 1 2. هنا بقى بيقول لي c اللي انا ماشي عليها عبارة عن حاجتين، جزء منها بارابولا y equal x square، والجزء الثاني هو ال vertical segment من النقطة واحد واحد للنقطة واحد واثنين. طيب أعمل إيه هنا إذا كان ال c عندي عبارة عن كذا حاجة؟ أجيب ال integral ده لكل جزء منهم لوحده، وفي الآخر أجمعهم. يعني ال c مكون من c1 و c2، يبقى أنا هجيب ال integral على c1، واجيب الانتجرال على سي 2، وبعدين اجمع الاثنين. طيب هلاقي هنا على سي 1 الواي هي اللي فانكشن في الاكس، يبقى انا هستخدم مين؟ هستخدم الروت 1 بلس واي داش سكوير دي اكس.
الواي داش بتو اكس يبقى الواي داش سكوير بفور اكس سكوير. طيب نعرف نكملها. اه دي سهلة. ديريفاتيف ما بداخل الروت ب 8 اكس يبقى هضرب في 8 واقسم على 8 او اضرب في 4 واقسم على 4 وازود الباور 1 واقسم على الباور الجديد والاكس بتتغير من 0 ل 1 والاكس بتتغير من 0 ل 1 يبقى ده نتيجة التكامل على السي 1 اللي هو الكيرف. طب السي 2 الريليشن بتاعته ايه هي؟ هلاقي ان الاكس ايكوال 1 والواي بتتغير من 1 ل 2 يبقى انا كان عندي الواي هي اللي بتتغير يبقى انا هاجي اقول الواي هو اللي الواي هي اللي بتتغير يبقى لازم اجيب الدي اس بدلاله الواي اللي هو اقول روت 1 بلس دي اكس باي دي واي سكوير ولكن الاكس كونستانت بتساوي 1 يبقى الدي اس هتساوي دي واي على طول يبقى الدي اس هتساوي دي واي. ممكن نوضحها دي عشان هو مش موضحها. الدي اكس على السي 2 الواي بتتغير من 1 ل 2 هيديني 2 واي فهيديني 2 بس نوضح الدي اس بكايه. هنا بقول اكس السي 2 عشان انت لازم توضح الحاجات دي طبعا. السي 2 الاكس ايكوال 1 والواي هو اللي بيتغير من 1 ل 2 يبقى لازم اعمل التكامل كفانكشن في الواي. بالنسبة للواي الاكس بتساوي 1 يبقى الدي اكس باي دي واي ايكوال 0 يبقى هلاقي الدي اس ايكوال دي واي. لما الاكس يكون كونستانت يبقى الدي اس هيساوي دي واي لما الواي هو اللي يكون كونستانت يبقى الدي اس هتساوي دي اكس على طول. يبقى هنا جبت الانتجرال على سي 1 جبت الانتجرال على سي 2 يبقى الانتجرال على سي كلها هتساوي الاديشن بتاعهم يبقى هيساوي الاول زائد الثاني. يبقى كده قدرنا نعرف التكامل على لاين او التكامل على سي. بيقول لي هنا عايز انتجرال واي ساين زد. هنا بقى الانتجرال واي ساين زد يعني دخل في السبيس. طيب في حاله السبيس الدي اس شكلها ايه؟ بيقول لي لو الاكس فانكشن في التي والواي فانكشن في التي والزد فانكشن في التي يبقى الدي اس هيساوي روت دي اكس باي دي تي اول سكوير بلس دي واي باي دي تي اول سكوير باي بلس دي زد باي دي تي اول سكوير. في حاله الانتجرال على دي اس كيرف في السبيس ما عنديش الا البارامتريك ايكويشن هو اللي بعوض بيه. ليه؟ لان انا مش هقدر اجيب بقى ولا بالنسبه للاكس لوحدها ولا بالنسبه للواي لوحدها عشان عندي 3 فاريبلز. فهنا انا في حاله الدي اس اللي فيها السي هو كيرف في السبيس ما عنديش الا حاله واحده ان الدي اس بتساوي روت دي اكس باي دي تي سكوير ودي واي باي دي تي سكوير ودي زد باي دي تي سكوير. فهنا هيقول لي اهو the equation x equal cosine t y equal sine t وz equal t. طب لو قال لي السي ده لاين في السبيس من النقطه كذا للنقطه كذا. انت عارف بقى ازاي تجيب معادله البارامتريك ايكويشن للاين في السبيس من شابتر 13.5 عشان ممكن يقول لك انا هكامل على لاين في السبيس من بوينت لبوينت. انت عارف ازاي تجيب الايكويشن اوف اللاين فانت تجيب البارامتريك ايكويشن لللاين وتستخدم نفس القانون.
يبقى أنا هنا هشيل الواي هحطها بساين تي، وهشيل الزد هحطها بتي فتبقى ساين تي برضو، وبعدين روت دي اكس باي دي تي سكوير بلس دي واي باي دي تي سكوير بلس دي زد باي دي تي سكوير. لما نجيب التفاضلات هيطلع الكلام ده، عندي ساين سكوير بلس كوزاين سكوير بواحد فيديني روت 2، والساين سكوير هيفكها بالدبل انجل ويجيب التكامل، ويجيب التكامل. يبقى هنا قدرنا نعرف ازاي نجيب التكامل. يبقى بناخد بالنا ان زي ما قلت ان انا عندي في حالة البلين عندي ثلاث قوانين للدي اس، لكن في حالة السبيس ما عنديش الا قانون واحد. طب لو هو اداني سي بس، يبقى هو هيديك البارامتريك ايكويشن بتاعت الايكويشن بتاعتها، هيديك البارامتريك ايكويشن بتاعتها. ولكن في حالة واحدة ان هو ممكن يقول لي بيكامل على لاين معين، فانت تجيب البارامتريك ايكويشن لللاين ده. طيب في صورة تانية لللاين انتجرال، في صورة تانية لللاين انتجرال، بيقول لي اللاين انتجرالز اوف فيكتور فيلد. يعني ايه فيكتور فيلد؟ يعني فيلد الاف فيها معرفة بفيكتور. في حاجة اسمها سكيلر فيلد، في حاجة اسمها فيكتور فيلد. السكيلر فيلد هي فانكشن في اكس وواي وزد مباشرة، لما عوض بأي بوينت تديني سكيلر كوانتيتي، تديني سكيلر كوانتيتي. لكن الفيكتور فيلد، الفيلد فيه معرف بان انا لو عوضت باي بوينت يديني فيكتور، لو عوضت باي بوينت يديني فيكتور مش يديني سكيلر. فبيقول لي لو انا عندي اف بتساوي بي اي، بي اوف اكس وواي وزد اي زائد كيو اوف اكس وواي وزد جي زائد ار اوف اكس وواي وزد كي اند دي ار هيساوي دي اكس اي بلس دي واي جي بلس دي زد كي. اذا لو انا ضربت الاف دوت الدي ار، لو خدت الاف دوت الدي ار يبقى هيساوي بي دي اكس زائد كيو دي واي زائد ار دي زد زائد ار دي زد. بص هنا بقى بالكامل على سي، بس شكل التكامل ايه؟ فانكشن فيها اكس وواي وزد دي اكس، فانكشن فيها اكس وواي وزد دي واي، فانكشن فيها اكس واي وزد دي زد. طبعا التكامل هنا ما ينفعش يبقى على الصوره دي، لاني هكامل على الاكس ولا هكامل على الواي ولا هكامل على الزد؟ طيب ما هو بنفس الطريقه، لو انا عندي اكس وواي وزد وعندي البارامتريك ايكويشن، يبقى هحط اكس وواي وزد فانكشن في التي واجيب الدي اكس كفانكشن في التي بلس كيو اوف اكس وواي وزد كفانكشن في التي واجيب الدي واي كفانكشن في الدي تي، والار احط ار اوف اكس وواي وزد دي زد برضو احولهم للتي واجيب الدي زد بدلاله الدي تي. طب لو عندي تو فاريبلز بس، يبقى عندي ثلاث صور، لو الفاي الواي فانكشن في الاكس احولها كلها للاكس، لو الاكس فانكشن في الواي احولها كلها للواي، لو الاكس والواي فانكشن في التي احولها كلها للتي. يبقى دي صوره ثانيه من صور اللاين انتجرال. الصوره دي مهمه جدا عشان هنستخدمها كتير قوي، الصوره دي مهمه جدا خصوصا في التو فاريبلز، خصوصا في التو فاريبلز. اهو هنا بيقول لي ايفالويت انتجرال واي دي اكس بلس زد دي واي بلس اكس دي زد وير سي از ذا لاين سيجمنت فروم 2 0 0 2 3 4 5. او قال لك اللاين سيجمنت، ما ادكش المعادلات اي حاجه، يبقى انت هتجيب البارامتريك ايكويشن لللاين سيجمنتس اللي 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 الانيشال بوينت بتاعته هي دي والاند بوينت بتاعته هي دي. منين؟ من الطريقه اللي احنا خدناها في شابتر 13.5. طيب ها اللي هي ايه؟ هنشوف الاكس الاكس ناخد 3 ماينص 2 نجيب الفيكتور، لان احنا قلنا معادله اي لاين محتاجه بوينت وفيكتور. طب الفيكتور هجيبه منين؟ من النقطه دي ناقص النقطه دي، يبقى الاي هتساوي 1 والبي هتساوي 4 والسي هتساوي 5، ويبقى الاكس هتساوي 2 بلس تي اللي هي 1 في تي، الواي هتساوي 0 بلس 4 تي اللي هي البي، والزد هتساوي 0 بلس 5 تي اللي هي
السي اللي هي سي، يبقى انت هنا اللي هتجيب البارامتريك ايكويشن. طيب الاكس بتساوي 2 بلس تي، يبقى الدي اكس بيساوي دي تي، والدي واي بيساوي 4 دي تي، والدي زد بيساوي 5 دي تي. اجي اعبر عن الكلام ده كله، اخد الواي ب 4 تي دي تي اللي هي واي دي اكس، الواي بتساوي 4 تي والدي اكس بيساوي دي تي بلس الزد تي دي واي، الزد ب 5 تي والدي واي ب 4 دي تي، والدي واي ب 4 دي تي بلس ها اكس دي زد، يبقى الاكس ب 2 تي تي والدي زد بتساوي 5 دي تي. اجمع الكلام ده كله على الدي تي وكامل التي من 0 ل 1. طب جت منين ان التي من 0 ل 1؟ ما هو بيقول لي الزد ب 5 تي والواي ب 4 تي. طيب الواي بتتغير من 0 ل 4، لما الواي تتغير من 0 يبقى التي ب 0، لما الواي تساوي 4 التي هتبقى ب 1. هل هتتحقق في الثلاثه؟ هتتحقق في الثلاثه، تقدر تجيبهم من اي واحده منهم. اهو الزد هتحطها بزيرو تطلع التي بزيرو، هتحطها فايف تطلع التي بواحد، الاكس هتحطها بتو تطلع التي بزيرو، هتحطها بثري تطلع التي بواحد. يبقى كل اي واحدة منهم تقدر تعوض هي الاكس بتتغير منين لفين عشان تعرف التي بتتغير منين لفين، الاكس او الواي او الزد. يبقى هنا بنختار اي واحدة منهم عشان اعرف التي هتتغير منين لفين. يبقى هلاقي التي بتتغير من زيرو لون، التكامل بعد كده بتساوي الكلام ده. ممكن هنا يجي يقول لك find the work done، فاحنا عارفين ان الورك دان وبيديك الفورس، هي ان الفورس بتتحرك على كيرف، يبقى الورك دان هيبقى بيساوي المعادلة ايه؟ عشان بس ساعات بتلاقي الكلام ده ليه يبقى المعادلة دي، لو طالب الورك دان ومديك الفورس بي 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 اي بلس كيو جي بلس ار كي، يبقى الورك دان هيساوي انتجرال اف دوت دي ار، وادي الدي ار اللي هو دي اكس اي بلس دي واي جي بلس زد كي، يبقى هيساوي الكلام ده. يعني صيغه السؤال ممكن تيجي مختلفه شويه، بدل ما يجي يقول لك عايز تكامل حاجه على دي الصوره مباشره، يجي يقول لك ان الورك دان بيساوي كذا. يعني هنا ممكن يقول لك الورك دان بيساوي واي اي بلس زد جي بلس اكس كي، وعايز الورك دان على السي على اللاين اللي من هنا من البوينت دي للبوينت دي، يبقى الورك دان هيديني نفس التكامل، انما صيغه السؤال بس هي اللي تختلف. طيب بيقول لي ايفالويت واي سكوير دي اكس بلس اكس دي واي. هنا هو بقى قلت في تو فاريبلز، ما دام عندي تو فاريبلز يبقى انا عندي ثلاث احتمالات، يا اكامل الواي احولها كلها لتكامل على الاكس، يحولها كلها لتكامل على الواي، يحولها كلها لتكامل على التي. طيب بيقول لي لو السي ايكوال سي 1، هنا بيحل بطريقتين. بص عشان ناخد بالنا من الاكزامبل ده عشان هنطلع منه بمعلومه، بيقول لي هو بيكامل من البوينت نيجاتيف 5 و3 ونيجاتيف 3 للبوينت 0 2، بس مره هيكامل على الكيرف ده ومره هياخد الاستريت لاين ومره هياخد الاستريت لاين. يا ترى تتوقع النتيجه تطلع متساويه، لان انا عندي نقطه البدايه ونقطه النهايه هي هي، يا ترى تتوقع النتيجه تطلع التو فاليوز زي بعض ولا لا؟ ها مش لأ، علشان احنا كنا بنجيب اللينس. لا لا لا، احنا ما بنجيبش اللينس، احنا بنكامل على فانكشن بنجيبش اللينس. هي طبعا لو انا بجيب اللينس اكيد هتطلع مختلفة، انما انا عايز تكامل بي دي اكس زي كيو دي واي. طب تعالوا نشوف هتطلع مختلفة ولا مش هتطلع مختلفة. طيب هكامل الاول على البارابولا. طيب هو بيقول لي او هو بيديني الاول على اللاين سيجمنت. طبعا اللاين سيجمنت هو بيقول لي من النقطه دي للنقطه دي لازم اجيب معادله اللاين عشان اشوف معادله اللاين شكلها ايه. قلنا واي بيساوي ام اكس بلس سي
وعوض بال2 بوينت اطلع معادله اللاين. هو هنا جابها بالتي، انما مش شرط يعني، هو جابها هنا بالتي، انما ممكن اجيبها بالواي والاكس. طيب طلع التكامل اهو واي سكوير دي اكس بلس اكس دي. طب هو جابها بالتي ازاي؟ جابها عن طريق برضو زي ما يكون بيعمل بارامتريك ايكويشن للاين في البليد، هياخد اكس، اكس بتساوي اكس نوت، اكس نوت بلس اي تي، فالاي هنا بخمسة اللي هي 0 ماينس ماينس 5، والواي هيساوي زي ما جبناها هنا، زي ما جبناها هنا، والواي هتساوي واي نوت اللي هي نيجاتيف 3 و2 ماينس 5 ماينس 2 ماينس ماينس 3 اللي هي بخمسة برضه، فتديني 5 تي. يبقى الاي وبالتي، يبقى ده هنا جابها بالبارامتريك ايكويشن. طب لو مش عندنا بارامتريك ايكويشن، لو مش بالبارامتريك ايكويشن، هاجي اقول واي ايكوال ام اكس بلس سي، لو خدنا النقطة 0 و 2 هيطلع السي ب 2، ولو خدنا النقطة ماينس 5 وماينس 3 هيطلع هنا ماينس 3، وفي هنا بلس 2 فهتبقى ماينس 5، وفي هنا ماينس 5 فيطلع الام بواحد. يبقى واي بتساوي اكس بلس 2. يبقى الواي فانكشن في الاكس او الاكس فانكشن في الواي مش هتفرق، يبقى دي واي بيساوي دي اكس بس. وعوض هنا الواي سكوير، الواي بتساوي اكس بلس 2 سكوير دي اكس بلس اكس دي واي، والواي بتساوي دي اكس. يبقى حول التكامل كله للتكامل على الاكس، والاكس بتتغير من نيجاتيف 5 ل 0، والاكس بتتغير من نيجاتيف 5 ل 0. يعني اقدر اقول انتجرال من نيجاتيف 5 لزيرو الواي باكس بلس 2 اول سكوير دي اكس بلس اكس دي اكس. ده حل تاني، هنا جابها بالبارامتريك ايكويشن وهيحلها عادي برضو مفيش فرق، تطلع النتيجة اهي تساوي النيجاتيف 5 على 6. يبقى لما مشي على اللاين طلعت النتيجة بنيجاتيف 5 على 6. طيب تاني مرة هيمشي على مين؟ هيمشي على البارابولا. طب البارابولا ده الاكس اللي فانكشن في الواي ولا الواي اللي فانكشن في الاكس؟ الاكس اللي فانكشن في الواي. يبقى انا حول التكامل لتكامل على الواي. ليه؟ هيبقى السهل ان انا اقول دي اكس على طول، يبقى هقول دي اكس بيساوي ماينس 2 واي دي واي، يبقى حول التكامل لتكامل على الواي. لما حول التكامل اهو الاكس بتساوي 4 ماينس واي سكوير، يبقى هقول ان دي اكس، يبقى دي اكس هتساوي نيجاتيف 2 واي دي واي. يبقى هنحول التكامل لتكامل على الواي، الواي سكوير هنزلها زي ما هي، الدي اكس احطها بنيجاتيف 2 واي دي واي، الاكس اللي هنا احطها 4 ماينس واي سكوير هتتضرب في الدي واي، والواي بتتغير من نيجاتيف 3 ل 2. تكامل كله سهل. يبقى طلع بقى النتيجه ايه؟ بصوا 40 و5 على 6. النتيجتين ما طلعوش متساويين. ليه؟ انت لما تمشي على كيرف ازاي ما تمشي في خط مستقيم، اللي هو زي لما تجيب اللينس بتاع الكيرف غير لما تجيب اللينس بتاع الخط المستقيم، الاثنين هيختلفوا.
امتى بقى يتساووا؟ هنشوفها في اخر المحاضرة. امتى يتساووا ان القيمتين، ان انا امشي من 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 نقطة لنقطة، ما يهمنيش انا ماشي على مين، اي كيرف ماشي عليه النتيجة هتبقى ثابتة، هنشوفها في اخر المحاضرة. يبقى الاكزامبل ده عايز يقول لك ان النتيجة على طول بتطلع مختلفة، إلا في حالة واحدة، في شرط واحد، لو اتحقق النتيجة هتطلع متساوية في كل الحالات. النتيجة هتطلع متساوية في كل الحالات. وهنشوف الشرط ده. أو بيقول لك in general the value of a line integral depends not just on the end points of the curve but also on the path. يعني هو مش بيعتمد بس على نقطة البداية والنهاية، لا ده بيعتمد على الباث اللي أنا ماشية عليه، بيعتمد على الباث اللي أنا ماشية عليه. طب إمتى بقى ما يعتمدش على الباث؟ لو اتحقق شرط معين، والشرط ده هنشوف آخر المحاضرة. طيب جرين سيرم دي نظرية مهمة جدا، نظرية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. تعالوا نشوف النظرية بتقول لي ايه. تقول لي برضو لو انا عندي smooth curve، لما انا عندي smooth curve C بس closed، اهم حاجة فيه ان هو يكون closed. ليه؟ لان الكلوزد هيحتوي contain area دي. contain area دي، عندي closed curve فcontain area دي. فالنظرية بتقول لي ايه؟ ان الانتجرال of integral على closed contour، كلمة closed contour يعني closed curve، والرمز بتاعه اهي بنحط على التكامل دايرة كده، ده معناه ان هو تكامل على closed curve او closed contour. لو انا عندي تكامل line integral ل bdx plus q dy بيساوي، بصوا هنا حاجة مهمة قوي بنستخدمها كتير لأنها أسهل بكتير من إن أنا أحسب التكامل ده، بيساوي دبل انتجرال لبارشال كيو بارشال إكس ماينس بارشال بي بارشال واي دي إريا على الإريا اللي بيحتويها هذا الكلوزد كيرف، الإريا دي. يبقى لو أنا عندي كلوزد كيرف فبيحتوي إريا دي، فالتكامل على الكلوزد كيرف اللي بي دي اكس زائد كيو دي واي بيساوي الدبل انتجرال. هناخد بالنا البي هي اللي مضروبه في الدي اكس والكيو هي اللي مضروبه في الدي واي، عشان ساعات بيلخبطك في المساله ويجي يقول لك كيو دي واي ماينس بي دي اكس، مش الاولانيه هي البي والثانيه هي الكيو، لا اللي مضروبه في الدي اكس هي اللي بنسميها بي، واللي مضروبه في الدي واي هي اللي بنسميها كيو، ولازم الاشاره بينهم تبقى بوزيتيف. طب لو في اشاره نيجاتيف هدخلها في الفانكشن، لو في اشاره نيجاتيف خلي بالكم من الحاجات الصغيره دي عشان هي دي اللي بتفرق في الامتحان. طيب يبقى هيجيب تكامل مين؟ اللي مضروب في الدي واي بجيب له بارشال ديريفاتيف وذ ريسبكت للاكس، لان البي والكيو فانكشن في الاكس والواي، واللي مضروب في الدي اكس بجيب له بارشال ديريفاتيف وذ ريسبكت للواي، يعني كل حاجه معكوسه. اللي مضروبه في الدي اكس بجيب لها الديريفاتيف وذ ريسبكت للواي، واللي مضروبه في الواي بجيب لها الديريفاتيف وذ ريسبكت للاكس، واقول بارشال كيو بارشال اكس ماينس بارشال بي بارشال واي، ولازم يكون السي في الاتجاه اللي عكس عقارب الساعه. طب لو الاتجاه اللي مش عكس عقارب الساعه يبقى بحط هنا ماينس. كل الاثبات ان السي في اتجاه في عكس اتجاه عقارب الساعه. الاتجاه هنا الدايركشن مهم، الدايركشن مهم ان انا اخده عكس عقارب الساعه. لو مش هو، لو هو اداك بقى دايركشن مش عكس ماشي مع الساعه، لا بنغير الاشاره هنا، بحط بره اشاره ماينس، احط بره اشاره ماينس لانه اتعكس، لان الاثبات ماشي بالسي دي بالاتجاه ده. طيب بيجي يقول لي هنا ايفالويت، في عندنا صيغتين لنظريه جرين. ساعات يجي يقول لي ايفالويت انتجرال، وساعات يجي يقول لي
verify green serum. Verify green serum. يعني هنا بيقول لي evaluate. طب انا هعرف انها ان انا استخدم green serum ازاي؟ ها بيقول لي على التريانجل اللي مكون من الثلاث نقط دول. التريانجل اللي هو اللاين سيجمنت من 0 ل 1 وبعدين من 1 ل 0 ل 0 1 وبعدين من 0 1 بيرجع تاني لل 0 و 0. يبقى من 0 و 0 ل 1 و 0 وبعدين من 1 ل 0 ل 0 و 1 وبعدين من 0 و 1 بينزل تاني على 0 و 0 بقى كلوز. لو هو كان بيقول لي evaluate انا عندي هنا closed curve فبيقول لما يقول لي evaluate يبقى الاسهل من ان انا اكامل التكامل ده line integral الاسهل ان انا اجيبه double integral. ليه؟ line integral السي هنا مكون من ثلاثة curve او ثلاث خطوط يبقى هجيب التكامل على الخط الأول زائد التكامل على الخط الثاني زائد التكامل على الخط الثالث بيكون طويل شوية. لا وكمان لما يجي يقول لك evaluate ساعات كتير قوي بيجيب لك تكامل صعب جدا ان انت تحله كلاين انتجرال. التكامل نفسه ما بيتحلش. التكامل نفسه ما بيتحلش. فالأحسن ان انا استخدم جرين. طيب انا هنا هستخدم جرين. يبقى فين الكيو اللي مضروبة في الدي واي؟ اجيب لها دريفاتيف وذ ريسبكت للاكس تديني واي. طيب واللي مضروبه في الاكس هي اجيب لها تكامل وذ ريسبكت للواي فتطلع بزيرو فيديني دبل انتجرال لواي دي لواي دي اريا. يديني دبل انتجرال لواي دي اريا. اه ده تكامل سهل. ده واي دي اريا على مثلث اعمل ايه؟ هاخدها دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي اي حاجه هاخدها دي واي دي اكس. الواي بتتغير من 0 ل 1 ناقص اكس طبعا اجيب معادله الخط ده والاكس بتتغير من 0 ل 1 وما اسهل هذا التكامل وما اسهل هذا التكامل تطلع النتيجه كده. لكن لو انا بقى لو هو كان بيقول لي فيريفاي لو كان بيقول لي فيريفاي ها يبقى لازم هقول لو كان verify Green's theorem ها حاجة أقول ال C1 هقسمها ل C1 و C2 و C3. ال C1 معادلته إيه؟ ال X axis y equal 0 فالدي واي ايكوال 0 والاكس بتتغير من 0 ل 1 اعوض هنا احط الواي ايكوال 0 والدي واي ايكوال 0 فيضيع لي ده فيجيب لي اكس باور 4 دي اكس فيديني اكس باور 5 على 5 والاكس بتتغير من 0 ل 1 ها السي 2 الواي بتساوي 1 ماينس اكس يبقى الدي واي هتساوي ماينس دي اكس ونفس الكلام اعوض هنا عن الدي واي احط الواي بتساوي 1 ماينس اكس واعوض هنا عن الدي واي بماينس دي اكس وكامل من اللي فين من 1 ل 0 الاكس اتغيرت من 1 ل 0 يبقى هنا تكامل من 1 ل 0 وهنا تكامل من 0 ل 1. طيب الخط هنا الخط هنا الاكس هو اللي بزيرو يبقى الدي اكس هتساوي زيرو. خلي بالك لما تحط الاكس بزيرو والدي اكس بزيرو فالتكامل ده كله يطلع بزيرو فيطلع ان السي تكامل على سي 3 يطلع بيساوي زيرو لان كل حاجه هتبقى بزيرو. يبقى احنا هنا لو بيقول لي فيريفاي جرين سيرم يبقى انا هاخد التكامل الخطي امشي على حته حته لحد ما اخلصهم
اشوف المعادله بتاعه كل لاين او بتاع كل كيرف ايه، واشوف انا هحول التكامل لتكامل على الاكس ولا تكامل على الواي ولا تكامل على التي. وممكن يجيب لي جزء من سيركل ويكمله بلاين اي حاجه، يعني ممكن يبقى ماشي على سيمي سيركل بالطريقه دي اهي، يبقى ماشي لاين كده بعدين ماشي على السيركل دي. طب السيركل دي السنتر بتاعها من 0 0، لو السنتر بتاعها اكس نوت وزيرو اخد المعادلات البارامتريه ازاي؟ اخد الاكس بتساوي اكس نوت بلس اي كوزين تي. لو عندي سيركل السنتر بتاعها من 0 0، لما باجي حتى برضو لو عندي بولر اخدها باكس نوت بلس ار كوزين تي كوزين سيتا، والواي هتساوي ا ساين تي. لو كان في واي نوت، لو كان في واي نوت يبقى هتبقى واي نوت زائد ايه ساين تي. يبقى مره همشي على اللاين ده وبعدين همشي على السيمي سيركل. فهنا زي ما بقول لك ان اللاين انتجرال يبقى صعب. لو هو بيقول لي ايفالويت يبقى انا استخدم، ما هو ما بيقوليش يوزنج جرين سيرم، انت اللي لازم تكتشفها ان انت هتستخدم جرين. يبقى هنا ليه هيقول لك ان التكامل تكامل على كلوزد كيرف، المفروض هنا يروح حاطط لك العلامه دي على كلوزد كيرف، او هو وصفه لك ان هو كلوزد، او هو وصفه لك ان هو كلوزد، قال لك من النقطه دي للنقطه دي وبعدين من النقطه دي وبعدين بنرجع تاني لنقطه البدايه. يبقى هنا وصفه لك ان هو كلوزد كيرف. يبقى عرفنا ازاي نجيب فيريفاي لجرين سيرم، ان انا بجيب التكامل لاين على اللاين انتجرال الاول وبعدين الدبل انتجرال واثبت انهم متساويين. يعني هنا حلها كده عشان اغلب المسائل بتيجي فيريفاي مش يوزنج، يبقى حلها كده لان ده بيوفر ان انا بدل ما اجيب لك مساله لاين انتجرال واجيب لك مساله جرين، فهنا دول جزئيتين، لا انا اجيبها لك في مساله واحده، اجيبها لك في سؤال واحد. يبقى هنا عرفنا ازاي نعمل فيريفاي لجرين سيرم او ايفالويت، بس الايفالويت هناخد اسئله اصعب شويه. هو مش في الفيريفاي، احنا في ام سي كيو فمش هيعرف يجيبه بالشكل ده. عايز ام سي كيو، انا بنسى دايما ان انتوا ام سي كيو. هيسيب لك حريه الاختيار. ما هو انت كده مش محتاج بقى، يبقى انا اجيب لك مسالتين، يبقى تيجي في صوره مسالتين، لازم يجيب لك مساله لاين انتجرال. بيجي يكسل واختار لاين انتجرال وبعدين يجيب لك مساله جرين. هو مش بيجي برضو كده ان انا اختار واحده وخلاص برضو، بما ان يعني هو مش عارف انا كاتب ايه. ما انا ساعات بقى مش هيجيب لك التكامل سهل. يعني احنا عندنا في جرين كذا حاجه، ف يعني هنشوف على حسب السؤال نفسه، على حسب السؤال نفسه. ممكن يجيب لك تكامل بدل ما يجيب لك حاجه تطبق عليها جرين سيرم، ما يجيب لك اوبن كيرف، فمش هتطبق جرين. فيبقى هنا بيمتحنك في ايه؟ في اللاين انتجرال زي الاكزامبلز الاولانيه. فاهمني؟ انت اسمك ايه؟ اسلام. فهمني يا اسلام؟ ايوه فاهم حضرتك. يجيب لك بقى اوبن كيرف، ما يجيبش كلوز كيرف. ما يجيبلكش كلوز. هنا هو نفس الاكزامبل بس قال لك هنكمل على سيركل. قال لك هنكمل على سيركل. فاحنا قلنا ان احنا لما يبقى عندنا سيركل الاحسن ان انا استخدم البارامتريك ايكويشن، لان التكامل هتصعبه. التكامل هتصعبه لان هيبقى عندك روت
9 ماينس اكس سكوير، فبتبص تلاقي ممكن المسألة تصعب شوية، تبقى أصعب شوية. يبقى هنحط الاكس بتلاتة. هو ايه ده؟ لا ده الفانكشن انا كتبتها غلط. بص هو التكامل اهو. لا هو مش التكامل ده. التكامل اهو. بص بقى هنا شكل التكامل شكله ازاي. بيقول لي عايز التكامل ده على سي دي كمان. اولا التكامل ده بص اي باور ساين اكس دي اكس، سيبك من السيري واي، اي باور ساين اكس دي اكس ملهاش تكامل. ليه؟ عشان الساين ملهاش، الدريفاتيف بتاعها مش موجود. وهنلاقي روت واي باور 4 بلس 1 دي واي تعمل فيه ايه؟ ده كده كده من غير الاكس ومن غير الواي اللي هنا. فالتكامل هنا بلاقيه صعب جدا. اعرف بقى ان انت هتستخدم جرين، هو ده اللي انا اقصده بقى. بص هو في الامتحان ما بيقولكش انت هتستخدم ايه، هو بيقول لك ايفالويت انتجرال زي كده. الانتجرال ده صوره صعبه جدا. تعالوا نشوف بقى لما نستخدم جرين. لما نستخدم جرين قلنا اللي مضروب في الدي اكس هجيب له دريفاتيف وذ ريسبكت للواي فيطلع 3، واللي مضروب في الدي واي هجيب له دريفاتيف وذ ريسبكت للاكس يطلع 7، فيبقى 7 ماينس 3 يطلع 4. 4 ايه؟ 4 دي اريا. طب ما انت لو عارف اصلا 4 دي اريا، ده انا مش محتاجه ار دي ار دي سيتا، ده 4 دي اريا. طب ما انت عارف اصلا الاريا بتاعه السيركل اللي الريديوس بتاعها 3 اللي هي 2 باي ار اللي هي 6 باي. طب ال 6 باي قصدي 2 باي ار مش كده؟ 2 باي ار يبقى 6، 6 باي، 6 باي في 4 المفروض 24 هي اللي طلع 36. ار دي سيتا، في هنا ار سكوير على 2 في 2 باي، في حاجه غلط. عندي 4 ار سكوير على 2 تبقى 9 تطلع 36. باي ار سكوير. مش حد يقول لي اي حاجه. 2 باي ار ده البريمتر الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير، فيبقى باي في 9، 9 باي في 4 ب 36. يبقى هنا ده انا كمان مش محتاجه. فشفتوا بقى الدبل انتجرال اسهل بكتير قوي من اللاين. اللاين هنا مساله كانت هتبقى صعبه جدا ان احنا نحط بقى كمان الاكس بتساوي الروت ولا الواي بتساوي الروت، فكان حاجه شبه مستحيل. فهنا في الامتحان يجي يقول لك ايفالويت الانتجرال ده ورسي بتساوي وسابك. فانت لو بتفكر في اللاين انتجرال بس ما تعرفش جرين مش هتعرف تحلها. طيب يجي هنا بقى يقول لي اهو عندي تو ريزلتس لجرين. بيقول لي لو 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 كان بارشال كيو بارشال اكس ماينس بارشال بي بارشال واي ايكوال 1 يبقى المفروض التكامل ده يساوي ايه؟ هيديني الاريا مش كده؟ لو بارشال كيو، ما احنا قلنا دبل انتجرال لبارشال كيو بارشال اكس ماينس بارشال بي بارشال واي دي اريا. طيب لو 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 الفاليو دي بتساوي 1 يبقى التكامل يديني الاريا. طيب امتى بارشال كيو بارشال اكس ماينس بارشال بي بارشال واي ايكوال 1؟ يعني هو بيقول لي العكس بقى، مش احنا عندي كلوزد كيرف والكيرف ده بيحتوي على اريا. بيقول لي انا اقدر اجيب الاريا عن طريق ان انا امشي على البريمتر، العكس امشي على البريمتر بس بمين. تعال اشوف امتى الكلام ده يتحقق. عندي ثلاث حالات. لو عندي البي بزيرو والكيوب اكس هيديني ان بارشال كيو بارشال اكس ماينس بارشال بي بارشال الواي بواحد، ويديني ان الاريا بتساوي اللاين انتجرال لاكس دي واي، لاني هحط الكيوب اكس واحط البي بزيرو. او لو البي بنيجاتيف واي والكيوب زيرو برضه هتديني ان المقدار ده بواحد فيديني الاريا. فلما تعوض يبقى بيساوي ناقص
لاين انتجرال للواي دي اكس، او لو البي بتساوي نيجاتيف هاف واي والكيو بتساوي هاف اكس، هلاقي ان الاريا بتساوي هاف اكس دي واي ماينس واي دي اكس. دول ثلاث صور للاريا، اقدر استخدم اي واحده منهم اجيب الاريا عن طريق اللاين انتجرال. هنا بقى السؤال لازم هيقول لك هات الاريا عن طريق اللاين انتجرال. يبقى دي ريزلت 1، النتيجه الاولى من جرين. النتيجة الأولى من جرين إن أنا أقدر أجيب الأريا عن طريق اللاين انتجرال، اللي هي الأريا أقدر أجيبها بالطريقة اللي أنت خدتها قبل كده في ثانوية عامة، والأريا أقدر أجيبها بالدبل انتجرال، والأريا أقدر أجيبها باللاين انتجرال. فهنا لازم هيقول لك الطريقة اللي أنت تجيب بيها. هيجي يقول لك find the area between x square equal 4 minus y y equal 3x using a line integral. using a line integral يبقى هنا هتيجي ترسم اهي x square equal 4 minus y و y equal 3x، هتجيب ال intersection point. هنمشي عكس عقارب الساعة، هنمشي عكس عقارب الساعة. يبقى من النقطة دي للنقطة دي على الكيرف، ومن النقطة دي للنقطة دي على اللاين سيجمنت. ها اجي اقول الاي بتساوي ايه؟ انتجرال لاكس دي واي، او الاي بتساوي ناقص واي دي اكس، او الحالة الثالثة. الحالة الثالثة يعني ما بنستخدمهاش كتير، ليه احط الاكس والواي وليه اشتت نفسي؟ على حسب الفانكشن نفسها اللي احنا بنكامل عليه. فأنا عندي هنا واي، الواي هو اللي بيساوي 4 ماينس اكس سكوير، ها هو مديك اكس سكوير يساوي 4 ماينس واي، يبقى الواي هو اللي بيساوي 4 ماينس اكس سكوير. طيب لو خدت الاريا الحاله الاولى اكس دي واي، ادي الاكس، طب والدي واي بتساوي ايه؟ ماينس 2 اكس دي اكس، اعوض عنها، ها بلس التكامل على اللاين سيجمنت. طيب معادله اللاين سيجمنت ايه؟ واي بتساوي 3 اكس، يبقى الدي واي بيساوي 3 دي اكس، يبقى دي اكس في 3 دي اكس. هنا هكامل من نيجاتيف 4 ل 1، وهنا هكامل من ال 1 للنيجاتيف 4. طبعا تحل بقيه المساله وتكملها. يبقى هنا انا استخدمت اللاين انتجرال، انا استخدمت اللاين انتجرال. زي ما قلت لك برده قبل كده، عشان انت ام سي كيو ممكن يجيب لك الكيرف صعب شويه، ويبقى اللاين انتجرال هو اللي سهل. طيب تاني حاجة، أو بيقول لي find use green theorem to find the area enclosed by the ellipse. أهو جاب لك الإليبس، معادلة الإليبس. طيب قلنا معادلة الإليبس الأسهل ليها إيه؟ إن أنا أستخدم البارامتريك إيكويشن. طب هنا معادلة الإليبس أنت عندك طريقة تانية تحل بيها؟ هتلاقي إن أنت لو استخدمت الطرق القديمة هتبقى صعبة. دي أسهل حاجة، دي أسهل حاجة إن أنا أستخدم اللاين انتجرال. بس هنا أستخدم x دي y ماينس y دي x ملهاش لازمة، ممكن كنت أستخدم تكامل x دي y على طول. أدي ال x وأجيب ال دي y، هيطلع فيها كوزين سكوير، أحلها بولس، تطلع الحل بتاعها سهل جدا في وقت قصير. يبقى إحنا هنا استخدم القانون الثالث، استخدم القانون الثالث، فما فيهاش أي مشكلة، انما ملوش لازمه. طب يطلع باي اي بي، على فكره يطلع باي اي بي. على فكره الاليبس دائما الاريا بتاعته هي باي اي بي. ليه؟ ما احنا قلنا ان السيركل حاله خاصه من الاي بتساوي بي، فيديني الباي اي سكوير، فدائما الاريا بتاعه الاليبس هي باي اي بي. طيب نيجي نشوف، بيقول لي هنا evaluate التكامل ده where C is the boundary of the semi region D in the upper half plane
between the circle D and the circle D. عايز التكامل على الاريا دي. هنا بقى شوفوا اللاين انتجرال هيبقى طويل جدا. فهنا انت ما عندكش بقى حتة فيريفاي دي. ليه؟ عشان الامتحان بتاعك MSQ. فما عندكش حتة الفيريفاي. يبقى هنا بصوا انا عشان اجيب اللاين انتجرال اصلا. بصوا في عندي اللاين ده. وبعدين السيركل دي. وبعدين اللاين ده. وبعدين السيركل دي. انما هنا عشان اطبق جرين هيبقى سهل جدا. ليه؟ هقول دبل انتجرال ل بارشل بارشل اكس ل 3xy ماينس بارشل بارشل واي ل y سكوير. هيطلع y دي اريا. طب انا عندي الاريا فيها سيركلز يبقى استخدم البولر كوردينيت. البولر بقى ليه؟ لان ده دبل انتجرال. ده دبل انتجرال. يبقى اخد الواي بار ساين ثيتا واخد الدي اريا بار دي ار دي ثيتا والار هتتغير من 1 ل 2 والثيتا هتتغير من 0 لباي. مفهوم الكلام ده؟ تمام تمام. ريزلت 2 اهي بقى اللي احنا قلنا امتى التكامل ما يعتمدش على الباص. بيقول لي التكامل مش هيعتمد على الباص لو تحقق الشرط ان بارشال كيو بارشال اكس يساوي بارشال بي بارشال واي. احنا في المساله لما خدنا البارابولا واللاين طلع النتيجتين مختلفين. وبيقول لي ان التكامل بيعتمد على الباص اللي احنا ماشيين عليه. امتى بقى ما يعتمدش؟ خلي بالك هنا ان ده كان اوبن سي. كان اوبن سي. فبيقول لي ان التكامل على اوبن كيرف. اوبن مش كلوزد. يعني ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. مش هيعتمد على الباص لو تحقق الشرط ان بارشال كيو بارشال اكس يساوي بارشال بي بارشال واي. يعني ايه؟ يجي يقول لي تكامل من نقطه لنقطه واللي بي دي اكس زائد كيو دي واي. اهو تكامل اهو من نقطه لنقطه بس. وسابك ما ادالكش الباص اللي انت ماشي عليه. ما ادالكش الباص اللي انت ماشي عليه. هنا تعمل ايه؟ تشوف بارشال بي بارشال بارشال واي وتشوف بارشال كيو بارشال اكس. هنلاقي هنا بارشال بي بارشال اكس هتساوي 6 سكوير واي. وهنا بارشال بي قصدي بارشال كيو بارشال اكس. وهنا بارشال بي بارشال واي هيساوي 6 سكوير واي. يبقى بارشال كيو بارشال اكس يساوي بارشال بي بارشال واي. يبقى هنا التكامل لا يعتمد على المسار. وصل ما بين النقطتين دول باي حاجه. اهي وصل ما بينهم باي حاجه. الاسهل ان احنا نوصلهم كده. ليه؟ عشان لما باخد الخطوط افقيه او راسيه بيكون يا الواي بيساوي زيرو يا الاكس بيساوي زيرو. فبيضيع لي حاجتين حاجه من الاثنين. فبيكون التكامل سهل. فبيكون التكامل سهل. يعني لو هنا وممكن توصل بين النقطتين دول باللاين ده. وصل بينهم باي حاجه انت عايزها. ليه؟ لان التكامل ما يعتمدش على الباص. التكامل ما يعتمدش على الباص. يبقى هنا قدرنا نقول امتى التكامل لا يعتمد على الباص. فيجي يقول لك مثلا تكامل من البوينت دي حط لك البوينت دي كلور ليميت والنقطه دي كابر ليميت ويقول لك ايفالويت التكامل ده. فانت هتتحقق بس ان بارشال اكس بارشال كيو بارشال اكس يساوي بارشال بي بارشال واي. ووصل ما بين النقطتين باي حاجه. وصل ما بين النقطتين باي حاجه. بس انا بقول لك ده الاسهل انك توصل بينهم بخطوط افقيه وراسيه. عشان بيضيعوا لي دايما حد واحد حد من التكامل. يعني هنا الواي ايكوال زيرو فالدي واي ايكوال زيرو فتطلع التكامل كله بزيرو. وهنا الاكس ايكوال 2 فدي اكس ايكوال 0 يبقى ده بيروح. والاكس ايكوال 2 فيديني تكامل 6 سكوير واي اللي هو بتان واي. يبقى 2 تان واي من 0 لباي باي 4 والواي بتتغير من 0 لباي باي 4 فتطلع 2. يبقى انا كده جبت نتيجه التكامل. خلاص كده. طبعا فيريفاي انتوا ما عندكوش المساله بتاعت فيريفاي. ف
ده كده اللاين انتجرال وجرين سيرم وكده نبقى خلصنا الكورس. كل عام وانتم بخير. حد عنده اسئله؟ حد عنده اسئله يا شباب؟ محدش بيرد. طيب كده مفيش. تمام. عايز تسالي في حاجه؟ لا بالحركة كمان ولا خلصين التايمين. سمحت يا دكتور، وينفع بس السلايدز؟ ما انا بنزلها لكم على طول بعد المحاضره.